المحكمة الدستورية قضت ببطلان المجلس الحالي، وذلك في الطعن المقدم من المواطن أسامة الرشيدي ضد نواب الدائرة الرابعة. وفي مقابلة معهما أوضح المحاميان دويم المويزري وفايز الدوسري الذين تم قبول طعن موكلهما فيما يخص مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، أوضح أن قبول الطعن يشكل أساسا يتم الارتكاز عليه فيما يتعلق بمراسيم الضرورة مستقبلا. يعني اي مراسيم راح تصدر من اليوم ورايح لا ينطبق عليه على الضروره، هذا الحكم وضع نبراس وطريق واضح لصد هذه المراسيم كما طبق على اللجنه العليا لاجراء اللجنه العليا للانتخابات. يعني السلطه راح تتحرص تحرص كامل جدا من اصدار اي مرسوم ضروره يخالف القواعد العامه اللي رسمها الدستور، اللي تتحقق لابد ان تتوافر ضرر محدق في اصدار هذا المرسوم، يعني اصدار مراسيم اخرى فباطلة. فإحنا راح نلجأ كذلك فيما بعد إن شاء الله في إبطال عدة مراسيم أخرى، من ضمنها مرسوم الضرورة ما الكويتية ما كان في ضرورة، مرسوم الرياضة ما في ضرورة، مراسيم الاتفاقية ما في ضرورة، عدة مراسيم أنا راح نعلن الأستاذ فايز بالتصدي لها وإبطالها بناء على هذا الحكم، لأن لم يتحقق فيها الضرورة، وهذا الحكم نبراس لنا راح نعتمد على هذا الحكم. يعني جميع الأحكام أو جميع المراسيم الضرورة التي صدرت في الفترة الماضية التي لا ينطبق عليها حالات الضرورة يجب أن نلجأ للمحكمة الدستورية في إبطالها. المحكمة الدستورية بسطت سلطتها الآن على مراسيم الضرورة وبشكل واضح وبشكل لم تحدد أي من مراسيم الضرورة سواء كانت انتخابية أو تشكيل لجان أو الآن حددت أن جميع مراسيم الضرورة تقع تحت سلطة تقديرية.